طيب، مرحب بكل السادة المشاهدين. أكيد عبد الرحمن، نحن لما نتناول موضوع زي المواضيع اللي لها علاقة مباشرة بجانب الدخل الخاص بالأسر وكيف ممكن تكون في زيادة لهذا الدخل، أكيد نحن بنتكلم عن الضحاكات. طبعا بنتكلم عن انه احنا هنخلي اي حاجه هنستمع للكلام اللي ممكن يوفر علينا اشياء كثيره اكيد، ويزيد الضحكات بالنسبه لنا ان شاء الله تعالى. سموها كده ليه؟ والله الضحكات هي يعني كلمه جميله ورائعه، وفعلا هي ضحكات، لانه اصلا الانسان بيعيش عشان حاجتين، يا اما يجلب سعاده يا يبعد الم، وبالتالي الضحكات او زي ما سميتوها الضحكات، القروش دي بتجلب السعاده وفي نفس الوقت بتبعد الالم. يا سلام. وبالتالي الانسان لما يعني ياخذ مبلغ او يدوم مبلغ، طوال الابتسامه بتجري على وشه وكذا الى اخره، فبالتالي بتتبعث الضحك، يعني بتتبعث الضحك عندي يعني. جميل. كلام جميل. دكتور العمري، بنسال شنو القيمه اللي بتتحقق بدخل او التي تحقق بدخل اسري كافي يسد احتياجات الاسره؟ طبعا القيمة الممكن تطبق هنا، أو يعني مثلا تكون في قيمة يعني احتياجات الأسرة، قيمة الاستقرار، يعني الاستقرار ولا القناعة؟ الاستقرار هي كلها مرتبطة ببعضها، لكن لما يكون في استقرار للأسرة، ولما يكون في يعني ترتيب وتنظيم، كل المسائل بتتولد مع بعضها البعض، وبالتالي استقرار الأسرة بيولد أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا القناعة ذاتها، لو أسرة ما مستقرة، ممكن المسائل دي تأثر على قناعاتهم، تأثر على يعني منهجيتهم إلى آخره. لكن لما يكون في استقرار، بيكون في إعادة للتفكير بصورة رائعة، بتكون في قناعات، بنمتلك قيم رائعة إلى آخره. الاستقرار بتعني بشنو بالتحديد عشان أنا أكون معك في الصورة؟ يعني مثلا أسرة يعني مضغوطة ماليا، ممكن تكون ما مستقرة، صح. درجة التفكير بتاعتها بتكون ما ممتازة، زي أسرة تكون مستقرة ماليا. يعني إذا أسرة مستقرة ماليا، بتكون عندها درجة تفكير، ممكن يخططوا، ممكن يفكروا، ممكن يغيروا يعني مثلا أنظمة معينة، ممكن يغيروا طريقة عملهم، يكونوا وحدة واحدة، يكون عندهم ترتيب جماعي إلى آخره. فكل المسائل دي ممكن تتربي. يعني هم نتكلم عن التربية، يعني التربية مثلا أنا دور الأب والأم في زرع القناعة داخل أولادهم من هم صغار، إنه أي حاجة اللي عندنا خلاص ربنا قسمه لنا. لأنه في بعض الأطفال بيطلعوا إنه يمشوا لي يشوفوا الناس التانيين، يا بابا نحن بنشوف فلان فلان عنده قروش، صاحبتنا فلان فلان عندها موبايل، ليه نحن ما عندنا؟ ليه ما عندنا في حاجة زي دي؟ فزرع القناعة له أثر كبير في إنه الواحد يستقر. طبعا درع القناعة في مسائل تربوية يعني مهمة جدا جدا. يعني مثلا إنسان إذا مثلا بيعاني من فقر وعنده قناعة، بيكون أجود من إنه إنسان غني وما عنده قناعة. المسألة بتختلف كده. فدي في مجال التربية مهمة جدا ولازم تغرس يعني. كلام جميل. لكن إحنا برضو يا دكتور حافظ، في نفس الوقت لأهمية القناعة اللي بيتكلم عنها عبد الرحمن وسأل الأسئلة الكثيرة جدا الخاصة بإنه كيف نحن نتملك المسألة دي، في نفس الوقت ده ما بيعني إنه نحن نكون مكتوفي الأيدي عن الطموح وعن زيادة دخل، أقلها يحقق استقرار زي ما أنت أشرت. نعم صحيح. خلينا نتعرف على زيادة الدخل كمصطلح اقتصادي. طبعا في ثلاثة يعني ثلاثة أشياء فيها خلط في المصطلحات بتاعتها، لكن أنا هشرحها وبعد ذلك بوضح إنه المسألة دي واقعة وين، اللي هو مسألة زيادة الدخل. في حاجة اسمها التنمية البشرية والتنمية المستدامة والموارد البشرية. نفرق بيناتهم الثلاثة. التنمية البشرية زيادة قدرات الإنسان للتنمية البشرية. يعني بغض النظر عن أنه متعلم غير متعلم كذا، التنمية البشرية أي إنسان ممكن يعملها. دي التنمية البشرية. التنمية المستدامة هي الاستفادة من الموارد المتاحة بالنسبة لأي مجتمع عشان يقدر الإنسان يستفيد منها في المستقبل. موارد طبيعية. موارد طبيعية، موارد متاحة، كذا، إمكانيات إلى آخره، الإنسان يستفيد منها. كلام جميل. دي داخل فيها تنمية الجانب الاقتصادي. والجانب الاقتصادي مربوط بتنمية الدخل. تنمية الدخل مربوط بتنمية المجتمع، تنمية المجتمع مربوط بالدخل القومي وكذا والعالمية إلى آخره. يعني المسألة مسلسلة يعني. فدي كلها خاشة في إطار حاجة اسمها التنمية البشرية المستدامة. ودي أسس الآن فيها مؤتمرات يعني، وفيها بعض المفاهيم نشرت وكذا إلى آخره. يعني الإنسان في الأسرة الصغيرة هو بيشارك في مسائل استراتيجية كبيرة جدا جدا. تبدأ من الفرد
تمشي تبدأ من الفرد الأسرة، تمشي الأسرة، الدولة، المجتمع، الدولة، الكذا، الإغليم وإلى آخره. لكن في النهاية نحن لازم يكون في تفكير لزيادة الدخل الأسري اللي هو طواري بطريقة غير مباشرة، بيحقق لنا استقرار الفرد، بيحقق لنا استقرار المجتمع والدولة كلها. صحيح، فلازم يكون في تفكير. فإذا المصطلح الاقتصادي هو اللي هو تنمية قدرات الفرد عشان يكون جزء فاعل، عشان يزيد دخله، عشان ما يكون في احتياج، عشان يكون في قناعات، عشان يكون في استقرار، عشان الناس تستمر وتحقق السعادة المطلوبة وتبعد الألم الممكن يتوقعه إن شاء الله. ممتاز، كلام جميل. طيب تعال نرجع لورا شوية دكتور حافظ. أنا يمكن أقول كلامي كثير لكن عايز أصل حبابك يعني حبابك. عايز أصل لقناعة اللي نسينا قبل المشاهد. كويس. طيب، من مظاهر المعاناة اللي بيعاني منها الأب عادة هو اللي بيكون شايل المسؤولية. صحيح. اللي هو كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعباءها، دي ممكن تكون من الأسباب اللي خلت الواحد إنه يعاني من يعني الصرف الكثير يعني مقارنة بالإرادة الضعيف. الله يفتح عليك. نعم. هل تراكم الطلبات من أفراد العائلة ليه دور كبير في إنه الأب نهاية الشهر يكون شاد في شعره كده وقاعد زي المجنون؟ طبعا هو الاب يعني اصلا في فتره زمنيه لو وصل مرحله زي دي يا دكتور محاله صعبه صعبه جدا جدا بلاقي بسرعه عني في كبري ما عندي اي مشكله. طبعا الانسان بيمر بمراحل معينه، نحن عندنا مهم جدا انه الانسان يراعي مرحله من عمره. هو الانسان بيزيد مصاريفه يعني في طبيعيا يعني ف كل ما الانسان ادرك هذا الموضوع يبدا يخطط لهذا الموضوع. يعني انه عشان في دراسه علميه بتقول انه الانسان لما يصل 46 سنه دي قمه الانتاج بتاعه وقمه مصاريفه بتكون في 46 سنه. دي دراسه علميه يعني. بعد ذاك بيحصل انحدار في انخفاض المصروفات بتاعته. فاذا في انسان مثلا بعد ما ادرك تخرج الى اخره او غير ما يتخرج يعني اصبح عمره مثلا المصروفات دي بس يا دكتور عشان نوضحها للمشاهدين، المصروفات اللي هو اللي بيستهلكها مش كده؟ المصروفات اللي بيستهلكها والناس اللي في اطار مسؤوليته هو. اها، يعني في اطار مسؤوليته عنده اولاد عايزين يتعلموا، عايزين يتزوجوا، عايزين كذا الى اخره. ايوه. فهو لو ما اجتهد في فتره معينه يعني من شبابه لما يحصل 46 ويكون هو يعني زي ما بيقولوا كده البريك ايفن، بس مصروفاته على قدر يعني ايراداته او دخله قدر مصروفاته، بيدخل في تراكم بتاع ديون حيصبيصه. طيب، وبتبقى له مشكله بالنسبه له. فانا عايز الناس ينتبهوا في اعمارهم انه في فتره معينه الواحد يفكر كيف يخطط لمشروعات مختلفه حتى انه يقدر يزيد دخله. وعلى فكره الوظيفة ما بتحقق هذا الموضوع. يعني أنا دار أضيف حاجة يعني مهمة جدا في هذا الموضوع. الوظيفة ما بتحقق لك هذا الموضوع. وفي ناس بيكونوا يعني مرتاحين في إنه ما يتقاضوا شهريا على قدر مصروفاتهم وكذا. في حاجة اسمها الفضل، وفي قانون اسمه قانون الوفرة. فأنا حقه ما أفكر في إنه فقط أنا أنتج بقدر ما أحتاج، أنتج بقدر ما أحتاج وأكثر عشان أكون في فضل إضافي، عشان أستثمره، عشان أدخره، عشان أتصدق به، وعشان أنا أعيش بحرية مالية إلى آخره. طيب السؤال الطبيعي يا دكتور، أنت أشرت إنه الوظيفة ما بتحقق المسألة دي. صحيح. طيب إيه هالعمل؟ طيب العمل كالآتي. إنه أنا بصايد الوظيفة ممكن أعمل شغل يعني جانبي خاص، شغل آخر. ودي ذاتها فيها يعني محدودية. لكن الآن كل العالم وأغلب العالم اتجه للتدريب المهني وصنعة في اليد. ولما نقارن أسي عندنا في السودان زول اتخرج من الجامعة وكذا إلى آخره وكان مبرز جدا وأخذ وظيفة مرموغة في تقدير المجتمع وكذا إلى آخره، لكن لما نجي نحسب حسابات مالية بنلقى إنه الإنسان في آخر مقابل له مثلا كان زميله في الدراسة وكذا لكن مشى في اتجاه التدريب المهني، أخذ مهنة، بدأ ينمي قدراته في مجال معين وكذا، ماليا هو أفضل. أكثر أفضل. ممكن يشغل بتاع صاحبه اللي كان شغال في الناس. يس يس سبحان الله. فدي دي دائرة دائرة عمق في التفكير. يمكن البرازيل الآن اتجهت هذا الاتجاه وركزوا على التدريب المهني. حتى في السودان هنا عندنا العلم التقني والتقاني ومدارس التدريب المهني وكذا، هسه في اتجاه لكل الشباب يعني من مرحلة الأساس أنت ممكن تدخل كأنك أنت دخلت الثانوي تدريب مهني.
تبريد، تكييف، معارف، كذا كذا. صح، تكتسب مهارة تانية، تكتسب مهارة، فأنت بالتالي بتزيد دخلك إلى آخره، لأنه العددية محدودة. أيوة. والوظائف محدودة، وكلنا عايزين نكون موظفين، فبتبقى مشكلة. الكلام ده عبد الرحمن طوالي بيقودنا إنه نسأل عن التخطيط اللي بيقودنا للحاجة دي. طيب كلام جميل، لأنه ما لم نخطط أكيد ما حنقدر ننفذ. طبعا على عيني وراسي. لكن هل تسمع لي يا خليل إنه أنا بس أرجع النقطة، بس نكمل حاجة واحدة في الأسباب اللي بتخلي الواحد ما يقدر يتحكم أو يوازن في دخله. طيب أنا يمكن عندي سبب يعني إذا أنت بتفقنا عليه، وبعدين أديني إضافات يعني على سنه. طبعا. بالمثال يتضح المقال، تحول الحاجيات الثانوية إلى التي تعتبر من الكماليات إلى ضروريات في حياتنا. طبعا هي مثلا مسألة إنه أنا بحتاج لشنو كقيمة، يعني أنا بعملها مثلا في الشراء مثلا. لازم يكون عندي فهم إنه أنا بشتري حوجة ولا شهوة، يعني أنا حاجاتي الأساسية البشترية. يعني في قانون أنا كان ذكرته يمكن في محاضرة، في قانون اسمه قانون الحركة وقانون التدوير. طيب. يعني أنا لما أشتري أشياء وأحتفظ بها وهي ما تكون شغالة، الحاجة دي فيها طاقة سلبية بتنتقل من هذه الأشياء لي أنا. ففي ناس بتشتري حاجات هي ما محتاجة لها، يعني مثلا زي الاستوديو ده ما مفروض تكون في حاجة موجودة. لا ما مفروض تكون في حاجة موجودة هنا نحن ما محتاجينها. أكيد أكيد. يعني تكون قاعدة كده بس نحن نتفرج عليها وهي نشتريها وكذا بنحجزها. صحيح. الحكاية دي عندها طاقة سلبية على هذا الاستوديو. عجيب. يعني عشان كده أنا أشتري الحاجة اللي أنا بحتاج لها. ممكن في بيوتنا كثير بنلقى الحاجة دي موجودة. في كثير من الأشياء ونحن ما محتاجين لها. صحيح. وبينتقل أثرها. وبالتالي هنا المسألة بتاعت هل هو يعني أولوية احتياج فعلي ولا احتياج إضافي، هل هي كماليات ولا أساسيات. يعني في واحد أمريكي اسمه إبراهيم ماسلو عمل هرم، الهرم ده بتدرج كده في حاجات قال أساسية لازم الذول يعني يتعامل معاه، اللي هي المأكل المشرب الكذا، تاني الأمن، بتدرج كده. فكل ما أنت كنت في قاع الهرم لا تستطيع أن تدير تفكيرك، لا تستطيع أن تحسن دخلك. كل ما ارتفعت في هذا الهرم كل ما كان عندك تفكير رائع، كل ما كان عندك عطاء، كل ما زدت دخلك، كل ما حققت حرية مالية إلى آخره. كلام جميل. إحنا الآن تكلمنا يمكن عن الأسباب. نعم. وتكلمنا بعض الظواهر زيادة المنصرفات ودون مثلا الدخل والإنفاق. طيب خلينا نشوف بعدك كلام خليل اللي هو مبدأ التخطيط. يعني الناس عرفت مشاكل الآن وعرفت الأشياء دي. طيب كيف نبدأ نحل الآن موضوع زيادة الدخل؟ كخطوة أولى للحل اللي ذكرته إنه الوظيفة ما بتحقق الحرية المالية اللي بنرغب فيها. كويس. حقيقة في هذا الموضوع يعني ده موضوع شقين، يعني إنه كيف أنا يعني خطط وكيف أبدأ الخطوة الأولى. بالنسبة للتخطيط يعني أي إنسان في هذا العالم أو في هذا الزمن لا يخطط هو يعرف تماما إنه حيكون ضمن مخططات الآخرين. أكيد. وبالتالي التخطيط حاجة مهمة. يعني في ناس نحن أنا بدرب تخطيط، في ناس أنا أغشهم يقول لك أنا وصلت حتة كده خططت ولقيت الموضوع ده ما مشى كذا وإلى آخره، فبيجي عندي زي خلاص منهجية كده إنه أنا أي موضوع أخطط له وبفشل خلاص. بيجي في ذهنه كده يعني. وطبعا ده ما صحيح. فالتخطيط مهم جدا جدا، ونشر ثقافة التخطيط مهم حتى للزول الغير متعلم. يعني التخطيط ما فقط إلا زول متعلم ولا خريج ولا كذا، أنا ممكن أخطط وأضع خطة وأتعامل بها وكذا إلى آخره وفقي أشياء ومعايير معينة. الشق الثاني اللي هو نحن تكلمنا عن التخطيط، الشق الثاني كيف الخطوة الأولى. أي إنسان ربنا خلقه بموهبة. أي إنسان بتميزه عن غيره. بتميزه عن غيره. يعني الأخوان في البيت لما نعمل لهم تحليلات بنلقى إنه في واحد عنده موهبة ممكن يكون متعثر يعني أكاديميا لكن متفوق موهبيا، يعني بصورة بتاعت موهبة، ودي يمكن موجودة يعني. وكثير جدا جدا من الطلاب المتعسرين كانوا موهوبين وقدروا كذا. فإذا المسألة مربوطة بإنه أنت تطلع موهبتك. موهبتك دي أنت تكتشفها، يعني حاول زي ما بقولوا تعرض لبعض المواقف عشان تقدر تطلع موهبتك. فإذا أنت طلعت موهبتك بتقدر تخطط لعمل يتناسب معك. يعني في كثيرين جدا جدا شغالين في عمل هم ما حابينه لأنه ما ضمن موهبتهم، ما ضمن، عشان كده درجة الإبداع بتاعتهم بتكون قليلة صفر. صحيح. أو منعدمة. صح. فكثر يعني. يعني هسه زي عندنا في الأسرة السودانية أي أسرة عايزة زول يكون طبيب ومهندس وكذا إلى آخره، دي رغبتهم، هم رغبة الأسرة، لكن دي ما رغبة الطالب نفسه.
وبالتالي ممكن يكون طبيب لكن طبيب غير ناجح لأنه هو ما أحيانا ما نبع من جواه بعدين احنا برضو عندنا في ثقافتنا الاجتماعية برضو بعض الحاجات اللي بتأثر حقيقة في مواهبنا وقدراتنا. صحيح. يعني مثلا بيروا انه بعض المجالات بيشوفها دونية. صحيح. في حين انه لو قارنا بدول متقدمة حتى عبد الرحمن بنلقى انه نفس هذه المجالات بنلقى عندها ما عندها من المكان الكبيرة جدا جدا. صحيح. فنحن كيف طيب نغير في المفاهيم دي ذاتها عشان نقدر نأسس أسرة تعرف كيف تطلع مواهب أبنائها؟ طبعا القرآن واضح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني الإنسان لما يغير المبادئ بتاعته وغير كذا حيعيش. يعني في حاجات إحنا وجدناها سابقا وكذا لو ما غيرنا حنستمر على هذه حنطبق نفس الأخطاء وكذا. فلازم أنا أنتبه. يعني مثلا أي سلوك أنا بعمله في ناس عملوا قبلي أي سلوك مهما كان عملوه الناس قبلي شاعرين انهم السلوك ده سلوك رائع في تقديرهم هم. لكن انا شاعر انه هذا السلوك غير رائع. انا اسال نفسي ليه السلوك ده؟ ليه ما ممكن اغيره؟ ليه ممكن اكون احسن اعمل احسن وهكذا. فكل المساله مربوطه بالتفكير انه نغير منهجيه تفكيرنا منهجيه عملنا فان شاء الله كده بنلقى نتائج متميزه باذن الله. كلام جميل. طيب يا دكتور ادينا مثلا افكار ابداعيه او فكره ممكن تكون بسيطه لأقل شخص في المجتمع ممكن يعمله. طيب هي حقيقة أفكار إبداعية. بيقول لك إنه أنت لو حبيت تعمل أي فكرة إبداعية أو فكرة عايز تنفذها لازم يكون عندك قناعات بيها. حلو. أنت لو حصلت درجة القناعات أنت مشيت في الموضوع بنسبة 49%. يعني أنا لما أقتنع إني مثلا عايز أعمل موضوع معين خلاص دي قناعاتي أنا 49% أنا مشيت في الموضوع. فضل كم 51% المسألة بتبقى تكميلية بكملها بك كذا. لكن للأسف الشديد أغلب الناس عندهم تفكير في أشياء معينة. يعني فكروا في أشياء محددة. زي يعني مثلا كل إنسان عايز يكون مثلا يتخرج عايز طوال يكون هو موظف عايز يكون مدير عايز يكون عنده برستيج إلى آخره. فالتفكير الإبداعي أحيانا يعني ممكن تعريفه هو أساسا خلينا نعرفه للمشاهد هو النظر للمألوف بطريقة غير مألوفة. يعني أنا عشان أفكر إبداعيا أنظر للمألوف بطريقة غير مألوفة. يعني أنظر بالمقلوب أقلب الحكاية كذا إلى آخره. في حاجات متاحة وحاجات فكر خارج الصندوق يعني فكر بطريقة مغايرة إلى آخره. الأفكار الإبداعية عشان أنا أزيد دخلي أول حاجة يكون عندي إنه أنا مقتنع أو مصر على هذا الموضوع وبالتالي أبدأ في أي مشروع. أنا ما بقدر أحدد مشروع معين لأن مشروعات كثيرة. في مشروعات حسب الإنسان يعمل تحليل يشوف ياتو مشروع ممكن يتناسب معه حسب دخله إذا كان ممكن يقترض في فترة يأخذ مثلا تمويل إلى آخره. فأي مشروع محتاج لمال. صحيح. في بدايته يعني أنا لو قلت لك مثلا إنسان من لا شيء ممكن يعمل مشروع بيبقى صعب لأنه أي مشروع أيوة صعب لكن ما مستحيل لكن عشان يبدأ لازم هو يكون في جهة مساعدة والآن في ناس بيستفيدوا من مهاراتهم العقلية ومهاراتهم الذهنية فقط. هم بيدوا يعني التجارة زمان كانت 70% إنتاج منتج برودكت و30% خدمات. الآن اتقلبت الآية أو اتقلبت 70% خدمات. فإنت ممكن إذا ما عندك أي حاجة ممكن تشتغل في مجال الخدمات ومجال الخدمات أحيانا ما بتكون محتاجة لرأس مال. صح. يعني مثلا أسف في ناس في النت موجودين بس فقط بيعمل له إيميل وبيعمل له صفحة في الفيسبوك أو كذا أو إلى آخره وبسوق وبلقى سوق بالواسع وبيشتغل تماما. صح. تمام. صح. وبيعرض حاجاته وكذا وكذا إلى آخره. يعني دي ما محتاجة لكثير من المال لكن طبعا دي دائرة زول فاهم في التقنية في كذا في كذا إلى آخره. لكن الإنسان يبدأ. يعني مثلا أسر في أسر بدت من لا شيء يعني بتعمل أشياء بسيطة جدا. يعني في أسر بترتبط بس بدكان الحلة منتجات بسيطة بس بتحولها بيع الكسرة حاجات بسيطة جدا جدا يعني ما تتصورها لكن عندهم دخل ودر. يعني احنا عندنا بندرب الايتام عندهم يعني افكار رائعة. في ام يتيم اصل اليتيم ده الان بيقود مشروعات بدأ مع امه ولما الله. كبر شوية كده طبعا في معلومة انه اليتيم يعني معلومة علمية اليتيم هو يعني عنده امكانيات اقرب للقيادة من غيره. ليه؟ لأنه هو بالذات يتيم الأب لأنه فقد أبوه بدري وتحمل المسؤولية منه صغير وما فقد الحنان العاطفي من أمه.
ده مشبع مشبع شديد. بالتالي الثي هو يتيم، يعني بدا مع امه، يعني بيتكلم عن بدايات ضعيفه بسيطه، كسره وما عارف بعض المعجنات في الدكان الى اخره. الثي الان عنده سلسله بتاعت لكن بيبقى المهم انه نحن نظرتنا اثناء ما بيمارس في العمل البسيط، نظرتنا انه حنطور فيه، بنطور فيه، لانه نحن لو بس قعدنا بنفس المستوى واخذنا فتره من الزمن ما بنعمل بس حاجة. الاستكانه ما مهمه او ما مطلوبه في هذا الموضوع. يعني ما يعني ليه هو لازم يكون عنده طموح؟ زي ما قلت لكم المال بيساوي المال بيساوي احتياجاتك الفعليه زائد الوفره او زائد الفضل يعني. وبالتالي طيب. انا اشتغل عشان اطور عشان ازيد في الدخل الى اخره. طيب دكتور حافظ، الان نحن لكل الاسر اللي بتتابعنا، وخلينا نخصص الامهات أيوة. اللي بيتابعونا في فقره مزيدا من الحب اللي هي فقره الاسره الخاصه في انفاس الورد، وحديثنا اليوم عن زياده دخل الاسره. نعم. ادينا بعض النماذج اللي ممكن تبدا بها الام اللي بتتابعنا الان، حاجة بسيطة جدا جدا، حاجة في متناول اليد، ممكن بعد ذاك تكبر وتكبر وتكبر وتبقى حاسب شطارتها مشروع كويس. هي طبعا يعني هي حسب شطارتها. طبعا الامهات في البيت عندهم يعني عندهم جزء كبير جدا من الزمن، بالذات الام الغير عاملة. صحيح. يعني في البيت عندهم زمن. الزمن ده احيانا بيستغل في اشياء ما مفيدة. فانا بنصح اي ام هي تحاول تستفيد ما امكن لانتاج اشياء لاسرتها ولآخرين. ده رقم واحد. يس. يعني احنا نستفيد من زمننا. يعني مثلا الاب ممكن يطلع، الاولاد بيطلعوا الجامعات، المدارس، اسره كبيره يعني كذا الى اخره، فالام بيكون عندها زمن. فالزمن ده حقه نستغله لمنفعه. ففي اشياء بسيطه ممكن، يعني مثلا المعجنات دي، انا بعرف اسر كثير جدا جدا بيعملوا معجنات بيودوها لصاحب الدكان. وطبعا بس نحن حقه نغير مفاهيمنا في بعض الاشياء، انه العمل الشريف ده اروع منه ما في. مهما كان بسيط. مهما كان. يعني مثلا في مقولة أنا حقيقة بتابع العربات، في بتتكتب عبارات، عبارات دي أحيانا بتكون مفيدة أحيانا بتكون ما مفيدة. العبارات المفيدة بحاول أستفيد منها، وتتكتب بعد مرات بالدارجة. أيوة. في واحد كاتب قال الحياة تعب، في واحدة من الحفلات دي، الحياة تعب والعدم كعب، وخير من العدم التعب. لا يعني ده لخص الموضوع. الحياة تعب والعدم كعب باللغة الدارجة يعني. أيوة. وخير من العدم التعب، احسن انا اكون تعبان وكذا الى اخره، لكن اكون يعني مرتاح ماليا، عندي احسن يعني من الكعب، احسن من انه اكون يعني الحكايه كده متعطله يعني. وبالتالي الامهات هم ممكن عندهم ادوار، يعني مثلا في تخصصاتهم في مجالاتهم، يعني بالفطره المراه السودانيه عندها حاجات بتعملها. يعني مثلا انا مشيت الصين في جوانزو، النساء هناك هم بيكونوا اسر منتجه، بتدعم شركات وبتدعم مصانع. يعني مثلا قميص، في مرأة بتكون فقط متخصصة بس في عمل اللياقات، اللياقة فقط بدون بس مقاييس، بتعمل بس مكنة، بتشتغل تخصص يعني، بتشتغل مثلا في اليوم عدية كبيرة جدا، مثلا واحدة بس بتشتغل مثلا المقدمة بتاعت اليد، الأكمام، حملكم كله ده كده بس هنا، واحدة بس بتعمل الدراعي، واحدة بتعمل كده، فكله بشيلوا بجمع. يعني في واحد كمان وبنات برضه يكونوا راكبين مواتر وكذا، بس بيجوا يجمعوا، يشيلوا من هنا يده مواد خام، هنا يشيلوا كده برضه شغل، وده مصنع بيصدر. يعني مصنع بيصدر، ويزول عنده مهمة الليلة، انت عندك مثلا 1000 قطعة على شمال التخصصية دي، والله واجبة كده. فالأسر ممكن تعمل كده. طبعا الحكاية دي دايرة يعني تعاون، دايرة يعني إدارة، ناس يديرون يعني يقدروا ينسقوا الأمور وكذا إلى آخره كذا. فنحن عندنا يعني بالخلافات ده كبير جدا جدا عندنا، يعني موجود يعني. صحيح. فنحن دايرة اتحاد، دايرة اتفاق، دايرة كذا. أنا أوريك مشكلتنا شنو يا دكتور. نعم. حافظ، مشكلتنا بنعاين للنتيجة كبيرة طوالي. أيوه. باب كده دايرين أشوف الحاجة كبيرة. يعني كونه نحن ننظر للنظرة البسيطة دي، ما عندنا الحياة دي. أصلاً الحياة بتبدأ بالتدرج وبتستمر يعني. يعني كل الذين بدوا الآن هم يعني بدوا صغار وتدرجوا. وده يعني شيء طبيعي. يعني مثلاً أديك مثال. في التسعينات في شخص من دولة أجنبية جاء، فجاء نزل مع أسرة، هو جاء من دولته عنده إشكالات كده، وجاء نزل مع أسرة. فكان في اليوم جام بالمساء نزل معه. فكان اليوم ذاك في إشكال في كهرباء قاطعة، المهم ما كان في خبز. قال لهم شنو المشكلة يعني؟ قال له والله ما لقينا خبز وكذا، ونحن والله محرجين نعمل شنو كذا. فسألهم سؤال، قال لهم في دقيق؟ قال لي نعم. قال لي في ملح؟ قال لي نعم. قال خلاص جيبوا لي دقيق وملح وشوية خميرة. طوالي عمله هو ذاته بنفسه وأداه لزوجته، عمل لهم أروع خبز في البيت. سبحان الله. عجيب. هذا الشخص أسس عنده سلسلة من مواقع في السودان. ده مخابز.
ماله المخابز وحلويات وكل شيء. عزيز حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة بس يعني قال لهم عنده فكرة لي بس موجودة، يعني يجيبوا لي الحاجة التنمية الذاتية او اكتشاف المواهب. يعني زول ما تخيل في يوم من الايام ممكن يعمل حاجة زي دي كده. بس الان نحن اذا في خبز في الفرن ما في خلاص الحياة ممكن تتعطل. اي طبعا يعني ما بيعملوا بدايل. بس انا زوجتي وبناتي عودتهم على ادارة المواقف، يعني ما في حاجة طوالي نحن نخش في حاجات اخرى يعني. امورنا ماشيه الحمد لله. بتخش المطبخ يعني، لو جيتونا في اي زمن يعني ما في خبز ما في مشكله. بتخش المطبخ لكم بدائل احيانا بس انا مشغول شويه، لكن احيانا بخش شويه كده يعني. تحيه لك والله يا دكتور حافظ، وسعيدين حقيقه بكل المعلومات الجميله دي بهذه الاريحيه اللي نحن من خلالها ممكن نلتفت لاشياء كثيره جدا. عبد الرحمن هي في متناول اليد، لكن ربما ما عندنا المهاره في انه نلتفت لها ونستفيد منها. نعم. كيف نحن نقدر نربي أبنائنا على المسائل دي؟ والله طبعا هي في مسائل السلوك بيكتسب للأبناء بالقول، وأهم سلوك بيكتسب بالفعل أو بالقدوة. يعني أنا لو شافني مثلا طفلي بغضب كثير وبغضب اوتوماتيكلي بيفتكر إنه هذا السلوك ده سلوك صدر من أبوه كذا. وبالتالي في حاجات نحن حقه نعملها ونقصدها. نقصده بمعنى شنو؟ نتفق مثلا كأسرة، يعني مثلا الزوج يتفق مع زوجته بعض السلوكيات نعملها ونقصد انه هم يلاحظونا. دي اثبتت الدراسات اكثر طريقة واحسن طريقة لغرس القيم والمبادئ بالغدوة. يا سلام. يعني مش اقول كلام، يعني لو قلت كلام ممكن الكلام يقبل او لا يقبل، لكن بالغدوة ما افعله بيفتكرك انك انت مثال بالنسبة له، اب ام مثال. فلما هو يشوفني انا عملت عمل رائع فممكن نغرس هذه المبادئ بتاعت انه يعني مثلا انا عندي عمل. ولدي عمره 9 سنوات اسمه علي، فغرست فيه والله يسلمه. الله يسلمك. فهو غرست فيه انه هو ممكن يعني يحاول عنده احتياج، يعني يجيني مثلا في العيد يقول لي انا دار لعب اطفال كذا الى اخره، دار لعب ومن حقه طبعا، اقوم اجيب له بعض اللعب. قمت اديته استراتيجيه، قلت له انا حسوقك اوديك، ومعه اخوه اسمه بكري، اثنين هم، قلت له حسوقكم اوديكم محل عمارة البرير. عمارة البرير دي بالمناسبه على فكره هي اللعب بتاعت الاطفال. أيوة هي رخيصه صح جدا. صحيح. قلت له يا اخي انا بديك مبلغ انت اشتري اللعب دي وبيع لها اولاد الحله معاك. يا سلام. فطلع مصاريفه وطلع لعبه. قال له انا مبسوط انسى كل عيد بيجي بيقول لي يا اخي المزار. فانا بغرس فيه قيمه انه هو يفكر عشان ينتج هو وقروشه يعمل بيع حاجاته هو اللي عايزه وكذا وكذا. وعمره 9 سنوات. طيب الكلام ده يا عبد الرحمن بيقودنا كمان انه احنا نسال انه في بعض الناس الواحد لما يشوف انا عندي قروش خلاص ما افكر في التفكير زي ده. يعني كان انت الان في كثير من الناس ايوه يديهم، لكن الناس غرست فيه قيمه هو بيقى طالبني بيها كل سنه. يا سلام. وقيمه انه يعمل. يس قيمه انه يعمل ويشعر انه هو انتج وده شيء حقه يعني بقى خلاص يعني. صح دكتور حافظ، انا درست السؤال ونفسي القى له اجابه. تفضل. ليه نحن الان في الشرق الاوسط ما عندنا مفهوم او مفهوم السيفنج الموجود في الغرب؟ يعني الان المرتب مثلا واحد من داخل الفرد الغربي كان بياخذ في بدايه 6 شهور من حياته مثلا قول $5,000، فبيحاول يوزن دخله او مصاريفاته على $5,000، جاته ترقيه ادوه 10,000 بقى 15. نحن هنا في الشرق الاوسط بنزيد الحاجيات على $15,000 على سنه، لما يجي نهايه الشهر يقول لك والله يا اخي الظروف والاشياء ولسه ما كفت، وبعد ال 15 دي كلها تلقاه لسه بيتدين. ليه المفهوم ده ما عندنا؟ مع انه هناك ال 10,000 بيشيلها بيخدها طواني فين في البنك بتاعه، ما عنده علاقه بها، بال 5,000 بتاعه اللي كان بدا بها بيمشي بها. هي طبعا المساله دي مربوطه باشياء كثيره جدا من ضمنها التربيه. يعني التربيه بتخش في هذا الموضوع، انه نحن ما بنعود الاطفال من صغار حكايه زمان لما كنا اطفال حكايه الحصاله والصندوق. يعني مثلا حتى نحن لما كنا طلاب، والله انا اتذكر لما كنا طلاب كنا عندنا صندوق بنعمله، لا غير الحصاله، كنا عندنا صندوق بنعمله نحن طلاب يعني. وكل اسبوع كان بندي زول يعني أمين واحد الصندوق من المجموعه وكذا الى اخره، وهكذا المساله بتبقى. فهناك في الغرب في استراتيجيات، استراتيجيات دي هي حقيقه موجوده في الاسلام لكن عكسها. يعني مثلا انسان هناك في الغرب بيستغل في بعض الاشياء، عفوا ما في مشكله، بيستغل في بعض الاشياء، يعني بده يستغل بده رايه بده كذا بده بيملكوه بعض الاشياء تمام. لكن هنا عندنا في مسائل هي
جميلة جدا جدا لكن استغلت. مثلا عندنا التكافل، في زول ممكن ما يعني هناك في الغرب انت لو 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 بديت مشروع او بديت اسرة وفشلت وكده بتلقى كل من يساعدك، لكن هنا عندنا التكافل ده الناس استغلوه استغلال سيء. يعني هو حاجة للخير لكن استغلوه، يقول لك يا اخي انا اسي لو مثلا تورطت في مشكلة مالية او كذا ما هلي فيه، اي يعملوا شيء للموضوع. لكن لو هو خاتي في ذهنه انه المسألة دي ما يتعرض لمشكلة، يعني يس، لو خاتي في ذهنه انه المسائل دي ما في ناس بيقودوا التكافل كذا معاه وكذا الى اخره، حيفهم انه المسألة دي لازم يعملها. فنحن حق المسائل الجميلة ما نستغلها ليش نو؟ لانه نخليها انه مثلا فقط انه نحن بس نفكر في اشياء محدودة عشان ما نزيد دخلنا، عشان ما نفكر عشان كذا. دي 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 مشكلة، يعني هي لخيرنا، يعني التكافل شيء جميل جدا جدا، لكن انا كمان ما اكون شنو؟ واليد العليا خير من اليد السفلى طبعا. جميل. طيب انا داير ارجع مرة ثانية لموضوع انه نحن الان بيتابعونا هؤلاء الامهات. ايوه نعم. ذكرنا مسألة الوقت. ايوه. كرقم واحد انه لازم يتم استغلال الوقت استغلال كويس. نعم. تاني شنو من الخطوات اللي ممكن تخلي في مشاريع تزيد من دخل الاسرة؟ طبعا يعني كاقتراحات كذا الى اخره، في ثلاثة حاجات اساسية لازم نحن نركز عليها. اولا العلاقات. يعني انا لو عايز ابدا مشروع، في ناس الان بيبدوا مشروعات فقط لانهم عندهم علاقات، ونحن نتخير العلاقات المفيدة. في علاقات بتاعت محبطين ومزبطين ومصبطين، وفي في في ناس كثير كده يعني. فانا اتخيل العلاقات، فالعلاقات متميزه ولازم تكون علاقات افقيه وراسيه وكذا ومفيده بالنسبه لي. يعني انا دائما اركز على العلاقات اللي بتكون مفيده في 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 تنميه قدراتي، مش في انقاص قدراتي، لانه في ناس ممكن يكونوا نيجاتيف زي ما بيقولوا. الحاجه الثانيه المهارات. والان يعني مثلا انا والله من هنا بشكر مثلا شركات أسامة داود، عندهم برنامج بيعملوه في سيجا، والبرنامج ده بتم عبر الأحياء، وبرسلوا حافلة عشان تاخد النساء يتجمعوا مع بعض. أنا زوجتي مشت واخدت شهادة، بيعلموهم المخبوزات في سيجا، بيوروهم كيف يعملوا المخبوزات، وطبعا فيها ناحية تسويقية الناس سيجا عايزين يسوقوا، لكن برضو وفي مسؤولية اجتماعية برضو المهارات. يا سلام. فبتدوم بعض يعني بعض المحاضرات نظري وعملي. ممتاز. وشوف يعني عندهم يعني هو بالمناسبة كل ما الإنسان أنفق ربنا بعوضه. أكيد. نحن نقول كل المخبوزات، لحظة بس، كل المخبوزات البنت جوا بالدوالم شلوها بيوتهم. يا سلام. يعني ممكن ينتجوا إنتاج كبير جدا جدا، وبعد ذلك بمنحهم شهادة مجان، كلام ده مجانا. يا سلام. يعني موجود لأي مرأة سودانية تحتاج لهذا الموضوع. على ذلك قس. فتطوير المهارات مهم جدا جدا. نقول للأمهات انه ينتبهوا للفرص الزي دي ويستثمروها استثمار كويس عشان نقدر نفكر في افكار تزيد من دخل الأسرة. احنا سعدنا جدا بحضورك معنا دكتور حافظ العمر العمري، حافظ عمر العمري. الله يكرمك. دائما منورنا وانا سعيد والله، دائما مستفيدين والله من والله، وانا سعيد بهذه القناة الرائعة يعني ومعاكم بصحبتكم، وان شاء الله يعني دوما نسعى لتقديم يعني ما فيه الفائدة حتى انه الأسرة السودانية تكون من أميز الأسر، يعني مش فقط في العالم العربي أو العالم الإسلامي أو العالم الأفريقي، بل في العالم أجمع. نلتقي بك دائما إن شاء الله من خلال مزيدا من الحب.